الفقرة التدريبية عن تجهيز حشوة القاذف ار بي جي للرمي. تجهيز حشوة القاذف ار بي جي للرمي. هذا الحشوة تتألف من القذيفة والحشوة الدافعة. هاي القذيفة مع الحشوة الدافعة. القذيفة قصدي تتألف من الصمامة والحشوة المتفجرة وصمامة تفجير. هاي صمامة تفجير حضرات. هاي تجي عند الإبرة أثناء الرمي عندما تحط القذيفة. هنا حضرات شوي. حضرات أثناء وضع القذيفة ضمن قاذف الار بي جي بهالشكل عندما بتحط البرغي هذا مقابل الفتحة. شايفين البرغي راح يكون مقابل الفتحة. بهالوضعية هاي راح تجي الكبسولة أمام الأبري. شايفين حضرات راح تجي الكبسولة أمام الأبري. مفهوم؟ حضرات هاي القذيفة مجهزة للرمي. أولا تركيب الحشوة الدافعة. تركيب الحشوة الدافعة بهالشكل. اثنين نزع الغطاء او صمام الامان. نزع الغطاء بهالشكل حضرات شايفينه. هذا الغطاء هذا للحمايه. هذا الحمايه هلا اثناء لان اثناء الرمي والتخزين ونقل المستودع واثناء التحرك مشان اذا وقعت على الارض او اكلت لكمه ما تنفجر. هذا الصاعق. اي صاعق باي قذيفه كانت ار بي جي 29 نون اي قذيفه كانت دبابه مدفعيه طيران اي قذيفه لها صاعق مفجر. صاعق مفجر صاعق مفجر لكم حضرات. شوي هذا قاسي ما راح يفك معنا درس قادم فكه. بس هلا خلينا نعلم كيف نجهز القذيفة في الرمي. يتم نزع الغطاء بهالشكل. شايفين حضرات شلنا مسمار الامان شلنا الغطاء صارت القذيفة جاهزة للرمي. حكينا حضرات على تركيب القذيفة. بيكون البرغي هذا عند المثبت بهالشكل هذا التركاب. شايفين حضرات صارت القذيفة جاهزة للرمي. صارت القذيفة جاهزة للرمي. وضعية الرمي للقاذف حضرات وضعية الرمي جاسيا. أولا معلومة أثناء رمي القاذف يجب أن تكون خلف الرامي مسافة فراغ أو أمان لا يقل عن 4 متر. خلف الرامي يجب أن تكون المسافة لا تقل عن 4 متر. ليش؟ عشان لهب النار راح يطلع من الحشوة الدافعة ما يحرق الحدا اللي وراك أو كان حيط ممكن يرتد الحشوة النار على الحيط ويحرق الرامي. بالنسبة لوضعية الرامي جاهزة حضرات بهالشكل. يتم مسك القاذف بهالشكل مفهوم. وضعه على الكتف. وضع القاذف على الكتف ومسك القبضة المسدسية القبضة المسدسيات بالإضافة لفتح السدادي السدادي والشعيرة. فتح السدادي والشعيرة. التسديد يتم وضع المسافة على السدادي. القاذف ار بي جي حضرات مسافة الرمي الحشوة الدافعة لل 500 متر ولكن الرمي الفعال على مسافة 300 متر. على مسافة الرمي الفعال على مسافة 300 متر يتم وضع الرمي بهالشكل هذا. يتم تلقيم القاذف